انا بس كل اللي جه عليا من تعليقات الناس كان في تعليقات سخيفه جدا، لان الموضوع اتفهم ان انا اشغل نفسي بيه بصراحه. مش فاهمه في ايه، في ايه تيت 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 كل شويه يا جماعه. دي كانت صوره بريئه جدا، بيبقى يا سواد ليلو اللي يقول كلمه. بصي انا لما نزلت الصوره انا بس كل اللي جه عليا من تعليقات الناس انه كان في تعليقات سخيفه جدا، وما عملتش اي حاجه ولا عملت اي رد فعل. بس لما يكون في حد بيجي يسالني زيك وبتاع بجاوبه انه يا جماعه دي كانت صوره بريئه جدا. احنا كنا نازلين رايحين معبد فيلا، الاثنين كسلوني وكسلوا نفسهم وقعدنا وتنحنا وقالوا طب احنا اتصورنا صوره، ما تيجي تصوري جنبينا يلا اوكي. ونزلت باي فان، يعني الموضوع ما كانش غير مقصود بيه اي حاجه في الدنيا غير ان ثلاثة كسالة كسلوا يروحوا معبد فيلا. بصي لو في حاجه سلبيه مرت عليا من كام يوم، ابشع موقف سلبي ممكن اقابله في حياتي، ولا بتعامل ولا برد ولا بتكلم اصلا خالص، لان الموضوع اتفهم ان انا اشغل نفسي بيه بصراحه. لو حاجه ايجابيه بشكر، لو حد علق تعليق لطيف اقول له ميرسي وشكرا، واحيانا برد كتير وعادي يعني زي اي حد. يعني انت وارد قوي ان حد يقول لك تعليق يستفزك قوي فتضطري تردي، وانا كداليا يعني انا ومودي بصراحه، يعني انا لو مودي كان عصبي بيبقى يا سواد ليلو اللي يقول كلمه سخيفه برد ردود سخيفه جدا، ولو مودي لطيف ما بردش خالص عادي. عارفه كل الناس فاكرين ان هنيجي لبني الا انا، انا الوحيد اللي عارف انه ما عدا زاد، بس ما رضيتش اقول لحد عشان ما اشوهش جمالك في عيونه. ضحكني موت، انا لقيت على الفيسبوك على الماسنجر كتير بعتين لي مش فاهمه في ايه، في ايه تيت 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 كل شويه. بعدين فتحت فلقيت الفيديو ده، وطبعا تعليقات بقى ومسخره يعني، وناس بقى وجروبات بنات كتير فرحانه ان هو ده الحب الحقيقي، لان البنات كلها مركبه لينسز عادي يعني. فانا رحت مشيره الفيديو ده، قلت يا جماعه بس عشان تعذروا الممثل، لان كتير قوي بنقول بلاش بليز بلاش بلاش، يعني يقول للمخرج بلاش بلاش الموضوع ده مش هيبقى حلو، الناس هتتريق بلاش، فما حدش بيسمع كلامنا. فبس عشان تقدروا انه احنا ساعات كتير بيبقى مغصوبين نعمل الحاجات واحنا مش مقتنعين بيها، بس مضطرين نقول المشهد زي ما هو مكتوب.